بيكم في تيتا مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده هنخلل مع بعض الفلفل بطريقه تحفه جدا وطعمه خطير جدا. زي ما انتم شايفين اللون كمان مميز جدا والقرمشه تحفه، مهما قعد مش هيتهري ولا اي حاجه. هنا بوريكم ان هو ماسك نفسه ازاي، ما جرالوش اي حاجه مع اني مش حاطاه في الثلاجه ولا اي حاجه. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. هنا معايا دول كانوا 2 كيلو من الفلفل. الفلفل ده انا مختاره البارد، لكن الطويل ده فلفل حراق، حاطه كام واحده كده بس عشان يدونا طعم. طبعا نفس الطريقه تنفع للفلفل الشطه، وده فلفل احمر ده بارد برضو بس هو واخد اللون الاحمر ده. اول حاجه بعملها طبعا غسلها كويس جدا، وبشيل بقى الحته اللي من فوق دي، بتشديها كده بتطلع بسهوله جدا. اخلص كل الكميه، واللي بلاقي فيها حته بايظه او حاجه بركنها على جنب، مش بحطها طبعا. هنا بقى معايا 5 6 فصوص من الثوم كده، لو حجمهم كبير صغيرين يبقوا شويه كده زي ما انتم شايفين. هقطعهم بس نصين، وهاخد كام فلفلايه حمرا دول. وظيفه الفلفل الاحمر ده ان هو يدينا لون، ما عندكيش ممكن تحطي لون زعفران لو عندك، في ناس بتحط كركم بس ما جربتش الحقيقه. هنا خدت برضو الفلفل الشطه، قطعت كام واحده وحطيتهم كده على جنب. هنا بقى انا غلطت ان انا عبيت في البرطمان، في خطوه انا نسيتها ان انا بحط كده فتحه صغيره في الفلفل. لو ما حطيتش الفتحه دي بتيجي تاكلي الفلفل ما تلاقيهوش كده ليه طعم من جوه، لكن لما بتديله كده فتحه صغيره تمليحه بشويه الشطه بيدخلوا جوه الفلفل يبقى طعمها حلو جدا. خلصت بقى فتحته كله عبيته في البرطمان، وجبت لتر من الميه حطيت عليه 4 5 معالق، ما اقدرش احدد كميه الملح لان بيختلف حسب النوع. بتدوبي كده وتدوقي تشوفي الملح بتاعك يكون حادق عما انتي ما بتحبي الملح بتاع الاكل. بتغطي كله بالميه وتحطي كيس وتقفلي الغطا وتسيبيه 10 ايام، بيبقى اللون التحفه ده. هتلاقي شويه ميه كده تحت، واللي فوق ما فيهوش ميه، ما تفتحيش عليه خالص غير لما يستوي ويغير اللون. بتقلبيه كده كل ما تدخلي المطبخ عشان اللي فوق ما يعفنش معاكي. شوفوا بقى شكله تحفه جدا والطعم حلو جدا جدا. ان شاء الله تجربي الطريقه دي وتعجبك. ما تنسيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.